السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله في نهار اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشارككم وصفه رائعه بنينه بزاف، حلوه تاع نهار اليوم، حلوه بذوق الفاني والفراوله، حلوه بكريمه ولا اروع، خفيفه بزاف، توالم جميع انواع المناسبات. حلوه تاع نهار اليوم غادي نديها بتزيين تاع نفاس، وانتم اختاروا اي تزيين يساعدكم. قدام نشوفوا وصفه تاع نهار اليوم ونشوفوا حلوه تاع نهار اليوم. نقولكم البنات ما تنسوش الصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك ما تنسوش تشاركوني بلي جيم ولي كومونتير، هكا تحفزوني اكثر واكثر. نبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. شنو نحتاج في هذه الوصفة؟ هذه الوصفة غتعتبر كقاعدة اساسية تخلو بها جميع انواع لي صابلي، خصوصا توالم فصل الصيف، وكذلك تعطيكم كمية كبيرة، وكذلك تجيكم حلوة ولا اروع. شنو نحتاج المقادير؟ عندنا 500 غرام زبده طريه درجه حراره المطبخ، عندنا زوج حبات تاع بيض يكونوا كاملين، عندنا زوج صفار تاع حبه بيض، عندنا كاس تاع سكر ناعم، عندنا نصف كاس تاع زيت، ونحتاجو بطبيعه الحال فينه اللي هي الطحين، ونحتاجو كيس خميرة الحلويات. نروحو دروك طريقه التحضير. اول مرحله شديه نديرو الدهان تاعنا، يكون المقادير يكونوا كاع درجه حراره المطبخ باش تنجح لكم هذه الوصفه. نديرو زوج حبات بيض يكونوا كاملين، ومعهم زوج صفار تاع بيض. صدقوني هذه الحلوه رائعه بزاف، هذه العجينه ديروها وعينكم مغمضين، خصوصا المبتدئات نقولكم ما جربوا هذه الوصفه ما غاش تندموا. نحتاجو كاس تاع سكر ناعم، هنا الاخوات اللي بغات تنقص كميه السكر لها الاختيار. هنا بالنسبه للزيت نحتاجو نصف كاس تاع زيت. هنا كيما نعرفوا دروك انا فصل الصيف والحراره حامي شويه، من الاحسن الزيت تاعكم ديروه شويه في الثلاجه يبرد باش تخلطكم مليح مع المقادير والعجينه ما تطلقش الزيت تاعها. نديروا هذاك نصف كاس تاع الزيت، ونديروا كذلك الملعقه تاع فانيلا. دونك في هذه المرحله اش غادي ندير؟ نخلط جميع المقادير جيدا، هي من الاحسن الاخوات خلطوا المقادير بالباتور باش يندمجوا مليح المقادير مع بعض، ولا خلطوا بالبيسخه، ولا خدمتوا باليد لازم عليكم تخلطوا جيدا وتاكدوا ان الزيت دخلكم مليح، هكا باش العجينه تاع الصابي تاعكم تنجح لكم. انا غادي نخلط المقادير كامل ونولي معكم. هنا بعد ما خلطت المقادير كيف راكم تشوفوا العجينه، عجينه الخليط تاعنا عفوا عجينه خفيف ومهوي. هنا صاي ما نخدموش بالباتور، نخدمو فقط باليد. شاد نحتاج دروك الطحين، ونحتاج بطبيعه الحال خميره الحلويات. هنا بالنسبه لخميره الحلويات عندنا لكم كيس تاع خميره الحلويات، والفرينه نحتاجو حوالي 1 كيلوغرام من الفرينه. نتوما الفرينه تاعكم الطحين ديروا الكميه اللي بس بها، واحتفظوا بديك شويه في الاخير ضيفوها بالتدريج، خاش كاين الفرينه اللي تشرب كاين ما تشربش. دونك انا غادي نلم فقط باطراف الاصابع حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ما تكونش لاصق في اليدين، ونولي لكم. هذه هي العجينه تحصلت عليها تكون طريه وما تكونش لاصق في اليدين. دونك شنو غندير في هذه المرحله؟ العجين تاعي غنغلفه في كيس بلاستيكي، دخلت في الثلاجه واحد ربع ساعه عاد باه نخدم فيه نخدم به، خاطرش كيما نعرف راه فصل الصيف والدهان بالخف راه يذوب لنا، على بها ندخله في الثلاجه يشد روحها شويه باش يجديني الخدمه اليس. دونك ندخله يبرد ونولو مع بعض باش نخدمو الكريمه تاعنا. نروحو دروك الكريمه تاعنا شنو نحتاجو فيها؟ عندنا 250 غرام تاع زبده اوبلين دهان ولا دهان اللي عندكم، عندنا كاس تاع سكر ناعم، وعندنا بطبيعه الحال فوغاج تاع الفراوله، واللي مش متوفر عندها تقدر دير معجون الفراوله ثاني كيعطيها ذوق ولا اروع. دونك شنو ندير في هذه المرحله؟ وعندنا عاد الفراوله، نجيبو الدهان تاعنا نديرو فيه حوالي زوج مغارف تاع الفوغاج تاع الفراوله، هذا اختياري صدقوني بسيطين وكتبنا ولا اروع. ونديرو الكاس تاع السكر الناعم، ونديرو عاد الفراوله. في هذه المرحله اش غادي ندير؟ انا غادي نقدر الخليط تاعي نخلطه مليح بالباتور حتى نتحصلوا على قوام يكون خفيف ويكون شاد روحه. انا غادي نخلطه ونولي معكم. هذه هي الكريمه تحصلنا عليها، قلت لكم كل ما تخلطوها
كل ما تجيكم خفيفه ولو التحايه تفدل وتجيكم مهويه. هنا بالنسبه للكميه في اول فيديو غلطت قلت لكم 250 غرام تاع زبده اوبلين، فقط نحتاجوا هنا 500 غرام تاع زبده اوبلين باش تعطينا هذه الكميه ونلصقوا بها كامل لي صابي تاعنا. دونك في هذه الملحه عندي نضغط الكريمه تاعي ندخلها الثلاجه تشد روحها ونجبدوا العجين تاعنا ونحلوه مع بعض. هنا بعد ما ريحت العجين تاع الصابلي تاعي جبت الطابع حليتها وجبت الطابع ونخدم في هذا الطابع اوفر، نتوما خيروا الطابع اللي يساعدكم ونبدا نطبع في الحبات تاع الصابلي تاعي. في نفس الوقت دايره الفرن تاعي سخون درجه حراره 180، ندخلوا لي صابلي تاعنا يطيبوا لنا من تحت ياخذوا لنا تحميره شابه، مو بغيت تشعلوا عليها من الفوق ثاني ياخذوا تحميره خفيفه ويكون الصابلي تاعنا واجد. انا نكمل بهذه الطريقه نكمل كامل الحبات دخلهم يطيبوا ومن بعد نولي مع خواتاتي. هنا بعد ما غسلت كامل الحبات وشفنا الصابلي تاعنا دوك لازم علينا نقوه كامل من التحت، بعد نقي بالسكين درت له الملمع بلون دوغي طلعت كامل الحبه هكا من الفوق باش يعطينا لون شباب. دوك نروحو طريقه التزيين. هنا جبت هذو لي موتيف لي كنت ديجا خدمتهم وجمدو كيما حنا نقولو، لازم عليكم تخدموهم بنهار مقبل باش تروحهم. نبدا نحتاج هنايا سكر ديامو ولا الطاليه اللي بقات لك لصقي بها، نطلع الحبه هكا كامل من فوق ونلصق الديكور تاعنا من الفوق بهذا الشكل بهذه الطريقه. التزيين يقول لكم اختياري، انا غادي نكمل بهذه الطريقه نكمل كامل الحبات بعد نشوف الوصفه تاعنا في شكلها النهائي. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعي بعد ما قدمتها في الكيسات وقدمتها بهذا الشكل. صدقوني حلوه رائعه تحمر الوجه، صدقوني حاجه ولا اروع بالطبع والشين كيما حنا كيما يقولوا الجزائريين. نتمنى ان شاء الله فيديو تاعنا اليوم يكون عجبكم، نتمنى ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم. دوك ماليا نقول لكم الى الملتقى الى وصفات اخرى ان شاء الله.